ومن الموسيقى إلى الدراما، فالكثير من نجومي الشباب الذين صنعوا نجاحاتهم من خلال المسلسلات الرمضانية يعودون إلى السباق والمنافسة الرمضانية التي ستعرف أيضا دخول نجوم الغناء إلى أعمال الشاشة الصغيرة. خويا حامد ميمي قالوا وي خالتو يا وهي بيا جارتي العزيزه قولي يرحم والديك يماك اختكم في الدار. نجوم شباب تملأهم الموهبة والإرادة، وبمجرد أن فتحت لهم الأبواب صنعوا التميز وحصدوا النجاح ليعودوا هذا الموسم على أمل بصم نجاح جديد. في الجزائر عندي بنت ولد سيزون 3 طبعة ثالثة، وعندي مع شركة كلاكات مسلسلين من المفروض الحرم لك والجيران. الجيران فيها 2000 حلقة، راح يكون مع الممثل صديقي العزيز زبير بالحر، وإن شاء الله يعني يكونوا في المستوى وتفرحوا بينا ونشرفوكم ونمدوا أحسن صورة لبلادنا العزيزة. شكرا. كاين بنت ولد سيزون 3 اللي ان شاء الله حتجي كما يقول لك حاجه جديده في بنت ولد، باسكو ماشي حتكون كما سيزون الاولى وسيزون دوزيام. بنت ولد هذا العام حيكونوا فيها دي بيرسوناج واحد اخرين، فيها جديد. كاين كذلك اعمال نورمالمون في السينما الى حب ربي حنكون حاضر فيهم. مفاجآت كثيرة إذن سيحملها رمضان هذا العام، فنجوم الغناء سيزينون الشاشة الصغيرة على غرار داليا الشيح، حريم غزالي وفريدة الجيبة وغيرهم. صح، إن شاء الله في رمضان راح نشوفوني في حلة جديدة في شخصية واحدة أخرى، مش شخصية فريدة لكم واقفين تشوفوها، في شخصية مريم. هذا سيت كوم سلسلة هزلية راح تفوت ان شاء الله في شهر رمضان. مازال ما على بالناش لا تكون قبل المغرب ولا وراء المغرب، ولكن تتمحور على يعني عده شخصيات شويه مجنونه. دونك غادي تشوفوا فريده في حاجه اللي جامي ما دارتها من قبل، فريده شويه مجنونه. دونك ان شاء الله يعجبكم. من الغناء إلى التمثيل، نجوم كثر حصدوا النجاح في هذه الخطوة بالعالم العربي، واليوم هذه الموضة تصل إلى الجزائر في انتظار حصد ثمارها الإيجابية. وبالحديث عن مسلسلات رمضان، تحدث اليوم كل من المخرج والممثل سيد علي بن سالم والممثل مدني نعمون عن أعمالهما الرمضانية في ميكروفون زير نيوز. اني هالمره اقتحمت الميدان الاخراج لاول مره، عملت مسلسل من 10 حلقات، مسلسل دراما جزائري، العنوان تاعو سامحني يحكي على الاريطاج، الصراع بين العائله الجزائريه. هذا العمل هذا قمت بالتصوير تاعو في مدينه تنس في شهر ديسمبر، وكانت مده التصوير شهر كامل. شاركوا فيه نخبة كبيرة، من بينهم الفنانين اللي شاركوا فيه الفنان مصطفى بن شقراني، الفنان مدني نعمون، الفنانة نادية طالبي، صالحة كرباش، فؤاد زاهد، زينب عراس، عبد الحميد رابية، زاهر بوسرار، قائمة كبيرة تاع الفنانين اللي خدموا فيه، حتى الفنانة القديرة بمشاركة خاصة السيدة نورية اللي ربي طولها في عمرها. J'ai été approché par Ben Salem qui a voulu qu'on s'associe, qu'on associe nos noms. Mais Bino Binehu, de toute façon, laissez-moi vous dire entre parenthèses, c'est un gars extraordinaire, un gars très gentil, un gars qui pense beaucoup aux artistes. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs hommages aux artistes et il était de mon devoir à ce que je réponde à sa demande et qu'on fasse quelque chose ensemble, même si c'était minime. J'aurais bien voulu que ce soit un personnage beaucoup plus important, mais c'est toujours ça.